لازم يكون السهم دائما إغلاقاته فوق المنطقة دي 87. نشوف الشارت ايش يقول. يقول الشارت الله يسلمكم هذه المنطقة اللي ما بين 85-80 و87 كنا حاطين عليها دائرة ونحن عند 82 ونقول قدامنا متوسطات وقدامنا مدري ايه. شوفوها اليوم ضربها اول امس ووصل 88-70 وصل قريب سقف القناة. بعدين جنى ارباح ونزل اختبر المتوسطات 50%. لف الطار اليوم شوف قرب من قمة اول امس اللي هي 88-70. طيب لو اخترق الان سقف القناة رايح للتسعينات. وهنا الله أعلم الله أعلم إنه في مطب هنا. إيوه شايفين هنا في مطب قريبة 90 قريبة 90.5. أما الشغل التقيل إذا قرب من متوسط 238 فيبو يعني ما بين 92-80 94-95 هناك طبعا هناك المنطقة الأكثر أهمية لأنها تمثل بالنسبة لنا 238 فيه. طيب لذلك نقول وبالله التوفيق أن 88-60 هاي أول أمس أصبح الآن مقاومة بحكم أنه جنى أرباح ونزل منها. شوف الأفندي ضربها والله ضربها الصدم. هاي مفروض الآن ما يكسر 87 خلاص عشان لا يقول لك والله خلصت حفلة اليوم يمكن أرجع أختبر 85-80. راح الأفندي وصل عند محل ما وصل أول أمس. العموم السهم بشكل عام جيد الله يبارك لملاكه. وإن كان هو المحور ده ليس محور شرائي. المحور الشرائي كان أمس عند الدعم قريب النظرية قريب متوسط 50%. هنا كان منطقة المناورة يعني اللي شالوا العمران في المنطقة دي هم اللي كسبوا اليوم واستفادوا من الحركة دي مرة تانية. كيف نعرف العمران عنده شيء جديد؟ إذا اخترق هاي الأول أمس 88-60 نقول كشف 90.5 وهذه مستويات قريب سقف القناة على الفاصل اليوم.